رجاء وزهرة وحسن كففين النظر، يعني كثير تعذبت فيهم وعاني فيهم هون بهالمخيم، صار لي 7 سنين قاعدة هون. يعني بتمنى من واحد منهم يشوف مشان يعني يساعدني يعملني، يعني غصب عني عم بقعد انا بروح على الشغل، يعني مجبوره اشتغلت هاليوم اكلت ما اشتغلت، يعني الله يكون بالعون، يعني كثير وضعنا سيء. كثير هيك حكوني يقولوا لي يا ريت، ليش الله هيك خلقنا؟ يا ريتنا خلقنا مثل باقي الاولاد، كان رحنا على المدرسه يجينا يعني تعلمنا، رحنا ما ضلينا هيك باركين. كثير يعني في مضايقه بالمخيم وهيك بريدوا يطلعوا يفوتوا، يعني ما في مجال يطلعوا، يعني هيك طالعون اخذون وجيبون، ما في مجال. والله هذا الصغير كثير يعذبني، يعني قال لي يا ابن علواني شوف روح على المدرسه اجي، يعني ما يعني هيك تعلم. الكبيره نفس الشيء. هلا هون حفظانين هيك بالخيمه، يعني حفظانين شوي، يعني هيك على الهمس، يعني برا بس طلعوا ما بيعرفوا بيمشوا، اذا قدام من برات الشاي ما يشوفوا، يعني يكبوا على حالهم، يعني لما هيك كثير استحيادهم او امن حدي فيهم ما اقدر اروح مطرح. انا بروح بين ما اروح على الشغل وبجي بضل قلبي ملهوف عليهم، يعني بري يعني انا عم بشتغل صحي بس عقلي هون بالبيت عندهم، بس ما راضيني اروح اجي وقلبي يعني هيك معهم، بتمنى واحد منهم يعني يشوف ويساعدني، يعني بتمنى من الله هيك قربان اسمه حد يساعدنا، اذا لهم علاج اذا لهم شيء، يعني بتمنى من الله يشفيني ويعافيني وروح على المدرسة وادرس واجي، وين ما بدي روح بروح، وقت اللي بتروح مع أم وقت اللي بتروح أمي بقول يا الله ليش أمي راحت هيك، يعني بروح بلعب قدام الباب، بس بلعب قدام الباب بقول الحمد لله يا ياما الحمد لله جيتي، وعلى واق ضلي بالخيمه. حافظ سورة طه من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.